أونكس برو مجموعة حلول إدارة وتخطيط موارد منشآت الأعمال الكبيرة ERP Solutions، يحتوي أكثر من 25 نظاماً للجوانب المالية والإدارية والخدمية والمتخصصة، وتستطيع استخدامه باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو التركية. أونكس برو 2015 تميز بالوصول لكل أنظمته بدخول واحد، واختيار المستخدم لسماته الشخصية في واجهة استخدامه، وسهولة في بناء تقسيمات الأدلة الإدارية وهيكلة الأصناف، واستدعاء الوثائق المرفقة بالعمليات التي يمكن أرشفتها، وكثير من الإضافات الملبية لاحتياج العملاء. أنظمة أونكس برو يتم إدارتها بمتغيرات التهيئة وصلاحيات المستخدمين، وتعالج أنظمتها القيود المحاسبية وعمليات المخازن ومبيعات وتقارير العملاء وعمليات الشراء وتكاليف الإنتاج وإهلاكات الأصول وحركة الموظفين وشؤونهم ومستحقاتهم، إضافة لأنظمة مساعدة وإمكانية ربطها مع أنظمة خارجية وأونكس موبايل لتتصفح تقاريرك من شاشة جوالك. ظهر الإصدار الأول لأونكس برو في جيتكس دبي 2003، ثم بدأ انتشاره في اليمن والسعودية والسودان، وفي 2008 وصل شمال أفريقيا. وبتطور كبير تم تدشين أونكس برو 2015 الذي تخدم مكوناته قطاعات التصنيع والتجارة والتسويق والتعليم والطاقة والإعلام والإنتاج والإدارة الحكومية وعدد من القطاعات والخدمات الأخرى، باستيعاب لتنوع الأنشطة والمشاريع وتعزيز للبناء المؤسسي وتحقيق لنتائج الأعمال. وتنتشر مكاتبه في العديد من دول الشرق الأوسط، حيث يستخدمه أكثر من 5000 عميل. أونكس برو، قوة الثقة. لمزيد من المعلومات www.onexproerp.com